صباح الخير يا طبعا، فتح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم مجدي. اليوم 7 مايو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الامريكي مقابل نظيره الكندي. تردد سلبية للدولار الامريكي مقابل كل الادوات المالية، على الرغم صحيح من ايجابية تطورات عملية التطعيم داخل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن سلبية البيانات الاقتصادية بالاضافة لتراجع عدد سندات الخزانة الامريكية مؤثرة بشكل كبير طبعا على حركة الدولار الامريكي، بالاضافة لانتظار البيانات شديدة الاهمية خلال اليوم النهاردة الخاص طبعا بقطاع الوظائف. النهاردة هنكون في انتظار بيانين غاية في الاهمية، هو تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الشهري لشهر ابريل متوقع عليه 978,000، والشهر الماضي كان 916,000. أيضا معدل البطالة الأمريكي لشهر شهر أبريل متوقع عليه 5.8%، والشهر الماضي كان 6%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا أداء سلبي الكبير الأمريكي مقابل الكندي، وأداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، أداء سلبي على الإيم إيه، أداء سلبي على السار، أداء سلبي على الفلات ترند، حتى على الاستوكاستيك، ووجود طبعا سلبي أسفل النقطة المحورية ال 22.50. طبعا الأمريكي مقابل الكندي بيتعرض لأدنى سعر ليه منذ شهر أكتوبر سنة 2017، بنتكلم تقريبا في حوالي 4 أعوام من التداول، وطبعا ذلك في منطقة سلبية جدا وبيتعرض لضغوطات كبيرة جدا أمريكي مقابل الكندي، ولذلك نتوقع مزيد من الأداء السلبي، ولكن بشرط كسر ال 21.60 علشان يروح لل 20.90 وراها ال 19.90، مرة تانية كسر ال 21.60 وراها ال 20.90 وراها ال 19.90. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر 23 علشان يروح ل 23.70 وراها ال 24.40. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.